الصدمات في البلد دي الواحد جاله تبني، بقى متوقع اي شيء، سقف الصدمات بقى مفتوح، ملهوش سقف، خلاص متوقع اي حاجه ممكن تحصل واي خبر ممكن تسمعه عادي جدا. خد النفس هاديه، نفس صافيه، واقتنع بيه، غصب عنك لازم تقتنع بيه. مبارك يا جماعه اللي احنا عشنا ادهى عصور فساد، الحمد لله بقينا نترحم من ظالم على ظالم. مبارك حر الطريق، مبارك اللي كان بيروح المحكمه بطياره، مبارك اللي كان قاعد في سويت ملكي جميل جدا في المستشفى العسكري وكان باي باي لاتباعه، مبارك يا جماعه اللي كان بيروح المحكمه وقاعد جوه السرير، قاعد على السرير وكان متشيك ومتحزن وكان ما شاء الله هانسون في نفسه جدا. مبارك يا جماعه حر الطريق، مبارك اللي كان عنده كم قضايا مثبت عليه فعليا 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 خلاص كلها قضايا شيء، حتى حبيب العدلي القضايا والبلاوي اللي كانت عليه كلها شيء، كل دول بره والدنيا جميله ما شاء الله. عدل عدل حقيقي فعلا، عدل فعلا، قضاء شامخ فعلا، حاجه كده كلنا نكون فخورين بيها في بلدنا ما شاء الله على القدر. اما مرسي اللي حكم البلد شهور شهور، فهو فاسد ارهابي رجعي الى اخره الى اخره، كان عايز يبيع يا جماعه الاهرامات، وكان عايز يبيع بلور، وكان عايز يبيع دي، وكان عايز يبيع الدنيا كلها، وكان عايز يموتكم كلكم كلكم. فالحمد لله، هل انتوا جبتوا بقى اللي صان دمكم؟ هل جبتوا اللي وقف النزيف ووقف كل القرف الموجود؟ هل جبتوا اللي بيتكلموا كلمتين قاتلين على بعض من غير ما تتريقوا عليه ومن غير ما تملوا السوشيال ميديا كوميكس عليه؟ هل جبتوا الشخص اللي حل كل الدنيا؟ وهل جبتوا الشخص اللي رخص لكم كل الاسعار والاسعار ما ضربتش اضعاف اضعافها؟ هل جبتوا الشخص اللي فعلا 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 واجهه جميله جميله فعلا تقدروا تكونوا فخورين بيها؟ اللي احنا كل يوم عمالين نسمع في ملاوي فلان مات وصابت مات وعسكري مات وفلان مات وفي شباب بتموت في السجون وفي شباب بتتعدم وفي شباب بتموت على الحدود الى اخره، ودايما دايما ما ندورش على حل جذور المشكله، بالعكس ندين ونضرب وندي بالجزمه، ما نحتضنش ولاد بلدنا، لا 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 ابدا، نحتضن ايه؟ نموت على طول، ما فيش اسهل من الدم، ويا سلام بقى في الفروقات في الدم، دم الظابط كيوت، العسكري ممكن دمه يتنسي عادي، لكن الظابط لا، ده كيوت ازاي يموت؟ مع ان سبحان الله ده شهيد وده شهيد. حتى العيل الصغير الشاب الصغير اللي لسه امه يعني فرحت ان هو دخل هندسه طب ايا كان، يموت في الشارع بيتضرب من ظابط، الظابط ما يتحاسبش، مع ان سبحان الله يعني الظابط اللي يقتل مدني او شاب ارهابي والارهاب متطرف، اللي يقتل ظابط او عسكري على الحدود فهو ارهابي، ده قاتل وده قاتل، لكن سبحان الله عندكم فروقات غريبه، عندكم فروقات غريبه جدا جدا جدا. والمدني ده لو مات في الشارع مطالب بحقه فهو يعني يعني راجعي ومتخلف والى اخره، كم اتهامات فظيعه، وده مش يعني ده مش عايز البلد تقوم لها امه، وده اساسا بيدور على خراب، ده خاين وعميل، وكم بلاوي زرقاء الناس تحصل لها مشاكل، السجون الحمد لله تتعمر بالشباب وتحمي بالشباب والدنيا زي الفل، ومرسي النهارده جوه زنزانه زنزانه ازاز ما يقدرش حتى يتكلم، وقال جمله وقام طالب ساكت راح للدخله قوي. السوشيال ميديا تولعت وتتكلموا وتقولوا كلام زي الزفت، تشتموا وتشمتوا وتتكيلوا وتهددوا، ودين ودين روحوا وموتوا كلكم مسؤولين عليها، زي روح وموت اي شخص ودم اي شخص مات في البلد دي لحد النهارده كلكم مسؤولين عنه، والله كلكم مسؤولين عن اي دم مسكين واي شخص بيموت، والله ان اي شخص اتظلم بسببكم في البلد دي والله انتم مسؤولين عنه، عقولكم اللي تعفنت دي والله هتتسالوا عنها، عقولكم اللي ما بتفكرش في اي كلمه ولا اي حاجه بتحصل، والله سكيزوفرينيا سكيزوفرينيا عايشينها وبلاوي عايشينها والله لا تتسالوا عنها، والله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل من هنا للصبح، والله لا تتسالوا، والله لا نتسال، وديني لا نتسال، وخلوه يبردع وخلوه يطغى وخلوه يموتكم كلكم واحد واحد وكلنا نموت عادي، عادي يا جماعه، الظلم هيطولنا كلنا، صدقوني والله الظلم هيطولنا كلنا،
احنا بدينا من الظلم من البدايه. استحمل.